رح اقول لك جمله وكمل لي اياها اوكي اوكي فيل ان ذا بلانكس ايه فيل ان ذا اللي ناقص لبنان هو دولة قانون امم لتقعد كل شيء ثاني بيلحق اذا عندك ذا رول اوف لو everything else will fall into place من آه كبكي نكس من الشباك لسلاح ميليشيات عم بقتل باليمن and everything in between <م. وي هاف ا مليون problems بس بصير فينا نحلهم كلهم اذا في قانون احلى شيء بلبنان هو لا صعب <applause> احلى شيء بلبنان هو شعبه <applause> طبيعته حلوه بس انه في طبيعه حلوه كثير بالعالم probably um, probably شعبه we I don't think we're an ideal people. يعني. I'm not a blood and soil nationalist or But we have negative attributes, and I think sometimes we can be very mercantilist. we mm -hmm. <laughs> we're not very good collectively. We're much صح. better individually. كل نظرية psychology اوف كراودز تبع لوبون اللي كتب كتابه كلها بتنطبق علينا، يعني جيبي خمسة قاعدين كل واحد لحال بياخذوا العقد، اجمعيهم مع بعض بينزل ذير ليفل اوف سيفيلايزيشن دغري خمسة طوابع <applause> 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 يعني نفس اللحظة. <البعث. تصفيق> <applause> <applause> so then there's that. There's uh, obviously a lot of uh, sectarianism, but <applause> <بس تصفيق> I think um, the potential is enormous. The potential is truly enormous, Yani. Uh, again, unemotionally, mm. I think there was Reaction. a time where this potential was expressed. Um, مش هلا أكيد uh, With the right circumstances, شيل human capital, well, the human capital is solid. So. It's very solid mm. um, in everything from. Arts to science to education to entrepreneurship. But um, again, يعني إذا بس منجح ك individuals بس, بس نطلع على الاختراب, it won't lead مشكلة. us very far. yani مشكلة mm. مستقبل لبنان هو مستقبل لبنان. عم تسأليني بلحظة كتير صعبة هالأسئلة مم. مستقبل لبنان ليكي all I'm gonna say is إنه it's something worth fighting for مم. ما إنه مستقبل لبنان واعد وما نزع عندي يعني <applause> أو إنه مستقبل أو إنه مستقبل لبنان زفت أو شيء هيك يعني بس إنه اتس ايرونيك انه الشيء الوحيد اللي بدنا اياه نحن انه أن يكون مستقبل لبنان مثل ماضيه انه نحن بعيد عن النوستالجيا بس اي ماضي الماضي قبل الحرب اكيد الماضي قبل الحرب كان في دولة كان في قانون كان في حياد كان في مشاكل بس انه كان البلد بلد ناجح وفي فرق بين تفوتي بحفلة نوستالجيا بس على قاعدة انه نحنا بدنا نراضي حالنا على الوضع اللي نحنا فيه بقى نتغنى بالمستقبل <applause> بالماضي وبين انه تجي تشوفي طيب انت از سوشيال ساينتست طيب انه شو الستراكشرال فاكتورز اللي انوجدوا بوقت اللي سمحوا بانه الاقتصاد يكون هيك المدارس تكون هيك الجامعات تكون هيك المستشفيات تكون هيك وشو الستراكشرال فاكتورز اليوم اللي مانعين هذا الشيء مش على ذره يعني مش انه واحد لازم انه يكتشف البلاك هول يعني انه you know, it's yeah. pretty simple and basic يعني but انا um, I think it's uh, it's worth fighting for um, و it's worth fighting for لانه the potential is immense لإلنا ك... كشعب وللمنطقه ككل يعني um, I think انه عندنا the potential to بي ان انسبيريشن للمنطقه ما تنسى المنطقه هلا كانوا يحكوا عن لبنان انه لبنان فيه طائفيه وقبليه ورجع ومتخلف ومدري شو انه هنيك الدول هيك القويه الموحده ما بعرف شو اول ما نزلت اول مظاهرة صاروا اثنيك كلينزينج وور كرايمز بعض على الهويه <applause> وهلا عم يحكوا عن باور شيرنج وتقاسم سلطه بين طوائف بسوريا وبالعراق وبليبيا وباليمن بقى البلد الوحيد اللي عمليا عنده تجربه شبه ناجحه ولو محدوده بزمانها بقدره طوائف ومواطنين انه يعيشوا مع بعض نفس الوقت هي لبنان بس انه نوت اور بيست مومنت اكيد <تصفيق> <تصفيق> but اكيد شو أسوأ شيء بلبنان؟ شغلة واحدة شعبه <تصفيق> 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 شعبه كمان <تصفيق> <لا>. <تصفيق> <تصفيق> لكن اسوأ شيء بلبنان أم... بروبلي الغريزه الطائفيه um, هذا الاحساس اللي انستنكتفلي موجود مبرر امم um, irrational مبرر بس irrational يعني بعتقد انه it takes a lot of work بس فيك تخلقي مؤسسات معينه ايكو سيستم معين ونظام قوانين معين وير بتنزلي لليفل يصير بانال إنه أوكي خلقاني او اي شيء سنية اي شيء او اي إتس بارت اي شيء او دينك انت حرة فيه يعني مين اي ومين ما تعبدي بس um, اذا بلد فيه um, اولا the fear اي شي في ميليشيا وطائفيه وبركه تنقتل وبركه يهجموا علينا وكذا اي شغل بتعمليه على مستوى الوطني ما بيعمل شيء اتس كاونتر برودكتيف بالعكس انت يعني يو بي فيدينج انتو ذا فير mongering حتى لو يور انتنشنز ار جود انتنشنز يعني um, but you have to be هيك smart and calculating بس انه ايه يعني بتبلش هي طائفية بلبنان بعدين بتصير ترانس ناشناليزم بصير واحد قاعد بلبنان مدري اي ضيعة حاسس بارتباط معنوي بناس باليمن <applause> ما بتفهم ليش يعني هو ما ضار ضيعة بحياته يعني بس انه هيك بحس هو بوحدة حال بينه وبين الحوثيين كيف يعني او نفس الشيء لبقية الطوائف يعني مش انه طائفة معينة يعني. <applause> بس آم... ليكي without في شيء في تعبير حلو فولنتري آم... patriotism يعني نحن بعيدا عن كليشيات العاطفه وانه انه لبنان و اند سويم ان ذا سيم داي وكل هالقصص يعني بس اي دوله متنوعه طائفيا اذا ما في حد الادنى من السنس اوف باتريوتيزم واذا ما عندك ايه يو نيد تو create ات مش هيك اتس كولد فولونتري انه بتقرر راشنلي انه انت لو ما عندك عاطفه كثير تيجي حدا انه this person is right for you هيدي مثل الارينج مارج <مارش> مش كثير لذيذ مش كثير <مش> لذيذ بس انه on <مسترى> paper تيكس all the boxes يعني وانه هيز هيز نايس اند سيف واي بقى بلبنان بدك تخلقي ليفل اوف فولنتري باتريوتيزم ولا اذا ما في كومن دينومينيتور بيناتنا وي كان سرفايف as a nation if we can't we can't create a state and mm -hmm. vice versa mm -hmm. but um, it's tough Lebanon is a little like the marriage, it's one of these things that need high maintenance daily يعني.